السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفتنا اليوم بطاط بالكاري، وصفة جدا سهلة والطعم مرة حلو. وبسم الله نبدأ وصفتنا. هنا عندي 3 حبات من البطاطس، قطعتها إلى مكعبات. بضع البطاطس في الماء الساخن، بضيف عليهم الملح، كمية الملح حسب رغبتكم، وبخلي البطاطس تستوي على نار متوسطة. هنا عندي تمر هندي. بعد ما غسلت التمر الهندي الحمر، أقوم بنقع التمر الهندي بالماء الساخن لمدة 15 دقيقة. بعد مرور 15 دقيقة نقوم بهرس التمر الهندي بالشوكة كما موضح بالفيديو. وبعد ما هرسنا الحمر بهذا الشكل، نقوم بتصفية الحمر بمصفاة، وإذا احتجنا قليلا من الماء نضيف الماء على الحمر عندما نقوم بتصفيته بالمصفاة. وهذا شكل الحمر بعد ما صفيناه. ننتقل للخطوة الثالثة. عندي هنا قليلا من الكزبرة الخضراء، وأربعة من قرون الفلفل الأخضر، وثلاثة من فصوص الثوم. نقوم بخلط جميع المكونات بالخلاط الكهربائي، وهذا شكله بعد الخلط. نضعه جانبا. وبعد ما استوت معنا البطاطس، نتأكد من استواء البطاطس بالشوكة. نقوم بتصفية البطاطس من الماء. في قدر على النار نضع 2 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي. نضيف قليلا من حبوب الحلبة وقرن فلفل أخضر مقطع صغار. نحركهم شوي على نار متوسطة. بعدها نقوم بإضافة البطاطس. بعد ما أضفنا البطاطس، نقوم بتشويح البطاطس بهذا الشكل. مهم جدا هذه الخطوة. نضيف 1/2 ملعقة صغيرة كركم وملعقة كبيرة كاري، ونستمر بالتحريك. نغطي القدر لمدة 2 دقيقة على نار هادئة. وبعد مرور 2 دقيقة نقوم بإضافة الخلطة الذي خلطناها سابقا، ونستمر بالتحريك. وهنا صار معانا البطاط بالكاري جاهز. ما شاء الله، الرائحة ما أوصف لكم. هذه الوصفة لعشاق الحار، بتدمنوا عليه. إذا كنتم أول مرة تزوروا قناتي، لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك واللايك والتعليق، والضغط على زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. وبكذا نكون خلصنا وصفتنا.
ولا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم ليستفيد منه الجميع. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.